مرحبا جميعا، شخباركم؟ اليوم راح نسوي أكلة تراثية صينية مع أوراق الخزيران البامبو. ها، أكلة كلش لذيذة اسمها جونز. طبعا هذه الأكلة مثل ما تشوفون يعني تكون من الحبوب اللي يكون الماش والتمن أو الرز ودجاج أو لحم، هم يصير لحم على فكرة. احنا سوينا دجاج هالمرة، أم زوجي كانت هنا من الصين يعني، فهي كانت على طول تطبخ فرادت تسوي هذه الوصفة. أنا قلت لها لازم نسجلها لأن يعني وصفة كلش تراثية ولذيذة كانت باعتقادي يعني، فلازم نسجلها. فمثل ما تشوفون يعني الطريقة كلش سهلة، وحتى على فكرة يعني بينا نخلي بهاراتنا اللي نريد، حبوب اللي احنا نحب. اعتقد يعني هذا الشيء ما في قانون بيه، ها نقدر يعني نخلق او خلينا نقول نبدع، او الخلق قصدي الخلاقية طبعا هنا كان مو هم نفس الشيء، هم نقدر نخلق ليش لا. هو مثل ما دائما انا اقول ما في قانون، على طريقتنا على اسلوبنا نقدر نسوي الاكل. المهم هنا الفكره شلون احنا يعني عندنا اكلات بالدولمه اللي نسويه مع اوراق العنب، فهنا هم يسوونه مع اوراق الخزيران او حتى في يعني نوع من غير ورق اللي ما عرفت ذاك غير نوع، يعني بيكم سوون جوجل طبعا اذا تكتبون اوراق جاف اكلات صينيه هيك شيء فيطلع لكم المعلومات كلها. المهم هذا بأوراق الخزيران، والأوراق ما ينوكل، مو مثل الأوراق العنب اللي ناكله، لا هذا ما ينوكل بس يطبخ الأكل بي زين. يعني أعتقد أيام زمان قبل يعني كانوا يسوون أكلات، واحد من أكلاتهم التراثية مثل ما قلت. فهذا ماش، هذا ماش يعني أنا ما كنت أدري بالأول، بعدين فهمت يعني تعجبت. إحنا ما عدنا ماش هيجي مجروش او هيك مطرور، خلينا نقول مفتوح يعني واصفر. احنا الباش انا ماشي اللي دائما شايفته خضر وهيك يعني مو مطرور، فهذا ماش اصفر ويعني اشوف النكهه مالته كلش ماش، وانا احب الماش يعني. فهذا الوصفه هاي اول مره هي سوتها، مره ثانيه من احنا سوينا مره ثانيه يعني من رادت تسوي، فانا قلت لها هالمره سوي على طريقتي ايش رايك انت سوي، بس انا راح اضيف نكهاتنا الهسه العربيه، او انا خلينا نقول على طريقتي، انا ضفت بي بقدونس ضفت بي بهارات اكثر يعني، وخلطت الماش مع التمن او الرز، خلطته مع بعض وخليت وفثربت بي بقدونس مثل ما قلت، خليت يعني بهارات حتى بالتمن يعني. هسه ما اتذكر شنو بالضبط، بس مثل ما قلت واحد يقدر يبدع، ها فبعد ما يكون التمن الوحدة أو الماش الوحدة، لا ما بعض كله ما بعض أسهل زين. ويعني فالتمن صار بي نكهة خاصة، لأن هنا إذا تشوفون التمن بس بي ملح ما بي وايد نكهة منه وحتى الماش يعني. فأنا قلت لها لا خلي نخلطه كله مع بعض علشان هم الماش هم التمن يعني ياخذ هيك نكهات من البقدنس. هسه شوية ضفت يعني هيك بهارات اللي راح يكون لذيذة، خلي نقول مع التمن، مو كل شيء هم واحد يخلي طبعا، بس أكيد يعني نفس اللفة نفس الطريقة مثل ما قلت، بس أنا كثرت بالنكهة لأن الصينيين يحبون النكهة الأصلية للأكلات، ها يعني أنا تعرفت طبعا خلال السنوات على هذا الشيء، بأن ما يضيفون وايد بهارات زيادة أكثر من حد اللازم، لأن يحبون يذوقون كل أكلة أو كل خلينا نقول مكون على نكهته الأصلية. فهذا يعني أسلوبهم بالأكل، بس إحنا العرب يعني متعودين ما شاء الله علينا نضيف كل ما بهارات عندنا بالخزانة نريد نضيفها بأكلتنا يعني مرات زين، بس مرات هم يعني واحد ما يذوق خلينا نقول نكهة الأصلية للخضار أو هسه غير أكلات، بس يعني حلو للتجربة واحد يسوي شوية أكلات مختلفة ومتنوعة من بلاد أخرى، ليش لا؟ أكيد جربوا.这个好吃，这个好吃。هذا اللي تشوفونه هو نوع حلى أو حلو خلينا نقول يسوونه بالصين مع فاصوليا الحمراء، تمن الأسود وتمن العادي الصيني، جدا لذيذ.